مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط درسنا اليوم اليونت الخامس الدرس الأول عنوان الدرس Watching the Match موجود بصفحة 44 من كتاب الطالب صفحة 59 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج الفيسبوك الاستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الثالث متوسط كذلك يتم نشر صور الملزمة عبر بيج الفيسبوك الاستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية اما اماكن بيع الملزمه موضحين في الرابط اسفل الفيديو في الوصف نبدا بالدرس صفحه 44 من كتاب الطالب مكتوب اعلى الصفحة watching the match مشاهدة المباراة طبعا قبل ما أبدأ بالدرس أكو ملاحظة جدا مهمة أحب أنوه عليها الملاحظة تقول هو إنه هذا اليونت بمواضيع قواعدية قليلة جدا يعني نادرا تلقون موضوع قواعدي مهم باليونت الخامس لكن ببعض التمارين المهمة التمارين المتعلقة بالإسقاطات أو الاختيارات أو التوصيل وكذلك تمارين الإملاءات بالإضافة إلى القطع والإنشاء يعني هذا اليونت مخصص للأنشطة الصفية المهمة بالامتحان الوزاري أما الباقي مخصص للمفردات والإملاءات بالإضافة إلى القطعة والقصة والإنشاء يعني نادرا تلقى بموضوع قواعد مهم أغلب مواضيع القواعدية هي مراجعة للوحدات السابقة مثل ما راح نوضح إن شاء الله بال دروس القادمة بداية هنا أنا يقول لي watching the match مشاهدة المباراة منطيني look at the انظر إلى الصور what sports are they used for ما الرياضات التي تستخدم لها هذه الصور منطيني مجموعة من الصور صورة ذني الشبكات صورة الحذاء الرياضي صورة الكرة يقول لي ذني تستخدم في رياضات معينة يا رياضة من الرياضات اللي منطينيها بأعلى الصور تستخدم الهن قبل ما أبدي أوصل الصور بالرياضات هذن الكلمات جدا مهمة أني أحفظ معناهن كمعاني وليس كإملاء فمثلا البادمنتون تنس الريشة الباسكتبول كرة السلة البيسبول كرة المضرب فوتبول كرة القدم رانينغ الركض رياضة الركض تنس التنس معروف وتيبل تنس تنس الطاولة هنا إن أنا هسه يقول لي وصل هذني الصور اللي طين ياهن كل صورة بالرياضة المناسبة إلها فمثلا picture number one which sport is it تابع لي يا رياضة رياضة التنس بقول أو أكتب صفها تنس الصورة الثانية picture number two which sport is it يا رياضة رياضة الفوتبول كرة القدم picture number three الصورة الثالثة which sport is it يا رياضة بادمنتن اللي هي رياضة تنس الريشة بعد picture number four which sport is it يا رياضة تابع رياضة كرة السلة اللي هي باسكت بول picture number five الصورة الخامسة هنا انا منطنيها شوية صغيرة which sport is it تابع يا رياضة رياضة table tennis تنس الطاولة بعد picture number six الصورة السادسة which sport is it يا رياضة يا رياضة من الرياضات تابع الصورة رقم ستة رياضة التنس اقول tennis picture number seven من الحذاء الرياضي What يا رياضة هذا الحذاء مخصص لرياضة الركض أقول Running أما picture number 8 صورة ثامنة It's football رياضة كرة القدم وكذلك picture number 9 الصورة رقم 9 الفوتبول كرة القدم أما picture number 10 الصورة رقم 10 وأخيراً هي صورة البيسبول baseball كرة المضرب هسه وصلنا مثل ما طلب من عندي الرياضات بالصور المناسبة لها هذه الكلمات مهمة كمعاني راح نشوف إنها تفيدنا إن شاء الله بالأنشطة أو الدروس القادمة بعد ما وصلنا هذا مجرد نشاط صفي وقلنا ذا الكلمات المتعلقة بالرياضات كلمات مهمة كحفظ معاني ننتقل للنشاط الآخر يقول لي read what Sarah says اقرأ ما تقوله سارة then talk about yourself ثم تحدث عن نفسك إن أنا سارة منطيتني مقطع نصي يطلب من عندي أني أقرأه وراها اني اتحدث عن نفسي مثل ما ساره تحدثت عن نفسها يعني مثلا ساره تقول انا احب كره القدم اشجع الفريق الفلاني الى اخره مثل ما هي تحدثت عن نفسها انت كذلك حول هذا الكلام وتحدث عن نفسك فاكيد انت الرياضات اللي تحبها تختلف عن الرياضات اللي تحبها ساره فبالتالي راح تتحدث عن نفسك. اول شيء نقرا النص وراح نشوف شو المطلوب حفظه من هذا النص. شو تقول ساره؟ تقول: I often watch sports with my family and friends. انا عادة أشاهد الرياضة مع عائلتي وأصدقائي. I like football best. أكثر رياضة أحبها هي رياضة كرة القدم. I sometimes get very excited. أنا دائما أشعر بالحماس. I jump up and down. when my favorite team scores a goal. أقوم بالقفز من الفرحة عندما يسجل فريقي المفضل هدف. The last match المباراة الأخيرة I watched it التي رأيتها أو التي شاهدتها was very exciting كانت جدا مثيرة. My favorite team won for one. فريقي المفضل فاز أربعة واحد هسه هذا النص اللي قايل تسارة يطلب من الطالب هنا بداخل الصف كنشاط صفي يقول لك كذلك أنت تحدث عن نفسك مثل ما سارة تحدثت عن نفسها فمثلا واحد من الطلاب يرفع ايده ويقوم يقول له مثلا I often watch سبورتس with my friends دائما أشاهد المباريات مع أصدقائي مثلا يقول له هي تقول أنا أحب كرة القدم مثلا الطالب يقول I love tennis أو I like tennis best أنا أحب رياضة التنس أنا سأردقول، I sometimes very excited، I jump when my favorite team scores a goal. دائماً أفرح عندما فريقي سجل هدف. مثلاً طالب اللي اختار رياضة التنس يقول، I jump up and down when my favorite player win. أنا أفرح عندما لاعبي المفضل يفوز لان رياضه التنس عباره عن لاعب مو فريق فبالتالي كل طالب يتحدث عن نفسه مثل ما صارت تحدثت عن نفسها اذا هذا مجرد نشاط صفي لتطوير القراءه والتحدث باعتبار ان الاستاذ داخل الصف راح يختار طلاب يتحدثون عن نفسهم بعدها يقول لي listen to the three conversations استمع الى الثلاث محادثات in each game في كل مباراه من هذه المباريات اللي بداخل المقطع الصوتي which teams played يا فريق لعب خلال هذا المقطع الصوتي اللي راح نسمعه هو من الذي فاز وات ووز ذا سكور كم كانت النتيجة إذا راح نستمع المقطع الصوتي نحاول ننتبه للمقطع الصوتي لأن من خلال المقطع الصوتي راح نشوف أنه عبارة عن ثلاث مباريات كل مباراة من هاي المباريات يا فريق لعب ومن الفاز وش قد كانت النتيجة فحاول قلمك بيدك تستمع المقطع الصوتي وتحاول تسجل الفريق اللي لعب وش قد كانت النتيجة ومن اللي فاز Let's about, unit 5, lesson 1. track 20. listen to three conversations. 1. ali is talking to fahad. what did you do last night, fahad? i stayed at home. so what did you do at home? i watched football on television. india and brazil. India and Brazil? Who won? Brazil. Yes, I'm sure they did. What was the score? 9 nil. <laughs> it wasn't a very good match. Two. Ali and Fahad are talking the next day. There was a good match on television last night, Ali. Really? Better than the Brazil India match, I hope. <laughs> yes, it was really exciting. Who played? Juventus and AC Milan. Yes, that sounds much better. What was the result? 2 2. So neither of them won then? No, I don't like a draw, but it was still a good match. 3. Ben. Is talking to James. Did you watch the match last night, Ben? Yes, I did. I always watch Manchester United. Was it good? Yes, very good. Who did United play? They played Arsenal. Oh, really? Who won? United, of course. By how much? What was the score? It was 3 1. They got two goals right at the end. إذا بعد ما استمعنا المقطع الصوتي لاحظنا أنه عبارة عن ثلاث محادثات لاحظنا أن المباراة الأولى كانت بين البرازيل أن إنديا بين البرازيل والهند اللي فاز هي البرازيل البرازيل The score 9-0 المباراة انتهت 9-0 نيل معناها لا شيء 9 للا شيء ركزوا يايا إيه. هنا بداخل الصف بعد ما الأستاذ يعلق المقطع الصوتي راح يسأل ذن الأسئلة The first match بالمباراة الأولى which team played يا فريق لعب؟ الطالب يجاوب يقول Brazil and India. يسأل سؤال آخر: who won؟ من الذي فاز؟ الطالب يجاوبه: Brazil. يسأل سؤال ثالث: يقول له: what was the score؟ كم كانت النتيجة؟ يقول له: 9-0، 9-0. بعدها يقول له: the second match في المباراة الثانية، which teams played؟ أي الفرق لعب؟ يوفنتوس and AC Milan. Who won؟ من الذي فاز؟ Neither of them won، لا أحد منهم فاز. What was the score? كم كانت النتيجة؟ 2-2 وهكذا إذا عبارة عن ثلاث محادثات وعبارة عن نشاط صفي الأستاذ يعلق المقطع الصوتي وراها يسأل عن الثلاث مباريات يا فريق لعب من اللي فاز وكم كانت النتيجة؟ الحلول أمامكم حاولوا تحفظوها وتحضروها لن يعتبر كنشاط صفي لأن النشاط صفي يعتبر كتحضير يومي ننتقل إلى الموضوع مهم هو كمراجعة مراجعه لموضوع سابق اخذناه باليونت الثالث على ما اتذكر او الثاني اللي هو الباست سمبل الماضي البسيط. شنو الماضي البسيط؟ الماضي البسيط كما تم توضيحه في اليونت الثاني الدرس الرابع فان الماضي البسيط يعبر عن حدث وقع وانتهى في الماضي ودلائل هذه الزمن هي ذات ظرف لاست يسترداي واجو. نجي واحده واحده. الماضي البسيط هو زمن استخدمه للتعبير عن حدث وقع وانتهى في الماضي مثل شنستال يعني كمثال أقول أرد أعبر عن حدث وقع في الماضي الماضي قد يكون البارحة الأسبوع اللي فات السنة اللي فاتت إلى آخره فمثلا الآن البارحة شاهدت مباراة يوفنتوس أند أي سي مثل ما ذكرنا قبل دقائق فش أقول أقول يستردي البارحة عن دار عن حدث وقع في الماضي يستردي I watched البارحة أنا شاهدت شاهدت the match المباراة إذن عبرت عن حدث وقع وانتهى في الماضي باستخدام يا زمن الماضي البسيط إذن الماضي البسيط يستخدم للتعبير عن حدث وقع وانتهى في الماضي زين شو نعرف ان الجملة هذه بزمن الماضي البسيط اذا لقيت ذن الظروف شنو الظروف اجو يس... ago yesterday last ago معناها مضت مثلا two days ago قبل يومين مضى داي معناها البارحة لاست لاست لازم يجي ظرف مثلا لاست ويك الأسبوع الماضي لاست داي الليلة الماضية لاست يير السنة الماضية إلى آخره بعد وذات زاء الظرف مثلا ذات مانث ذلك الشهر الشهر اللي فات ذات يير تلك السنة السنة اللي فاتت وهكذا، إذا ذني الظروف إذا شفتهن بالجملة أقول أن الجملة بزمن الماضي البسيط، لحد الآن عرفت استخدامه وعرفت الظروف اللي دالة عليه. زين شنو قاعدته؟ قاعدته تكون كالتالي، وقواعد هذا الزمن تكون كالتالي، أستاذ شنو قواعد؟ إحنا عرفنا أن كل زمن له ثلاث قواعد، مثبت ونفي واستفهام، إذا لازم أعرف القاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية. نجي. أولاً الماضي البسيط قاعدة المثبت تقول فاعل الفاعل هو الشخص الذي قام بالفعل زاعدا فعل ماضي اوقف استاذ شنو فعل ماضي احنا ذكرنا سابقا ان الفعل الماضي شنو ينقسم الى اما احضيف لايدي او يكون فعل شاذ شلون يعني استاذ يعني مثلا انا عندي الفعل بلاي بلاي معناها يلعب شنو الماضي مالته هذا فعل قياسي فقط اضيف لايدي فصير بلايد لعب بالماضي اذا هذا ضفت لايدي اما بعض الافعال شاذة مثلا الفعل go go معناها يذهب شنو الماضي مات انا ما اضيف له لا ايدي ولا دي وانما يكون شاذ شنو الماضي مات لازم احفظه went went هي الماضي مال go went معناها ذهب اذا فاعل زائد فعل ماضي الفعل الماضي اما يحمل ايدي او يكون شاذ زائد التكمله اذا لاحظتوا او اذا تذكرون المثال اللي ضربته قبل شويه I watched the match أنا شاهدت المباراة الآي هي الفاعل watched فعل ماضي به ED زائد the match هي التكملة بعد هاي قاعدة المثبت بالنفي فاعل ركز وياي زائدا didn't يجب أن نضع didn't بالنفي didn't لما أخليها الفعل الماضي أرجع مجرد يعني أنا مو بس أضيف didn't والفعل يبقى بي او يكون شاذ لا اذا بي إيدي احذف الإيدي اذا شاذ ارجع الاصله فالوين تصبح جو والبلاي تصبح بلاي زائدا التكمله اما السؤال او القاعده الاستفهاميه ديد اخليها بالبدايه اللي هي الفعل المساعد زائدا فاعل كذلك زائدا فعل مجرد خالي من اي اضافه زائدا التكمله اذا تريدون الشرح المفصل لهذا الزمن موجود تقدرون تطلعوه باليونت الثاني الدرس الرابع كذلك بقناه اليوتيوب موجود كذلك شرحه داخل الملزمه، وكذلك تطرقنا للامثله الوزاريه للسنوات السابقه، بهذا الدرس هم خلوني زمن الماضي البسيط لان راح يفيدني بالدروس القادمه انه راح اربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر باحد ادوات الربط اللي هي الوين والآز والوايل، ان شاء الله راح اشرحها بالدروس القادمه، لذلك حاولوا تراجعوا وتضبطوا هذا الزمن لان راح يفيدنا ان شاء الله بالدروس القادمه، ننتقل الى كتاب النشاط تمرين اي صفحه 59 من كتاب النشاط، listen to the three conversations. استمع للمحادثات الثلاثة then complete the table with the football scores. ثم أكمل الجدول بالنتائج الخاصة بهذه المباراة احنا ما يحتاج نسمع المقطع الصوتي مرة أخرى لأن احنا حفظنا وعرفنا أن المباراة بين البرازيل والهند انتهت 9-0 the match between Juventus and AC Milan المباراة بين Juventus واي سي Milan انتهت 2-2 2, -2. كل اما المباراه الثالثه والاخيره مانشستر يونايتد ان ارسنال انتهت 3-1 ثلاثة 1 هذا ما يخص تمرين اي مجرد ان يطلب من عندي النقد استمع المقطع الصوتي واكتب النتائج مع المباريات اللي منطيني اياها بالجدول كذلك هذا منشأ صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي ننتقل الى تمرين بي complete the conversation أكمل المحادثة You can use the same word more than once يمكنك استخدام الكلمة أكثر من مرة إذا انتبهت جيدا للمقطع الصوتي راح تحلون هذا المثال بمنتهى السهولة فمثلا إذا تذكرون أن المحادثة الأولى جرت بين علي وفهد علي يقول للفهد فراغ you go out last night هل ذهبت للخارج الليلة الماضية شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة did Did you go out هل ذهبت خارجا فهد يجاوبه يقول له نو no, اي didnt اذا الكلمه المناسبه للفراغ الثاني didnt طبعا ملاحظه انه هذا المثال او هذا التمرين كذلك نحله على اساس المقطع الصوتي اللي سمعناه قبل دقائق فاللي منتبه للمقطع الصوتي راح يعرف انه حل الفراغات جدا بسيط فعلي يقول له وات فراغ يو دو ماذا فعلت شنو الكلمه المناسبه للفراغ اكيد كلمه did وات did يو دو ماذا فعلت ففهد يجاوبه يقول له I watched Liverpool on television شاهدت مباراة ليفربول فعلي جاوبه هو فراغ they play مع من لعبوا شنو الكلمة المناسبة للفراغ كذلك كلمة did who did they play مع من لعبوا ففهد يجاوبه يقول له Everton لعبوا مع ايفرتون فعلي يرد عليه فراغ they وين فراغ فازوا هل فازوا شنو الكلمة المناسبة للفراغ نفس الكلمة did they win هل هم فازوا طبعا نستخدم did لأن كل الأزمنة بالماضي إذا تتذكرون قبل دقيقة قلت لكم أنه إذا لقينا last بالجملة فإن الجملة بزمن الماضي زين عرفت أنه هاي الجملة بزمن الماضي بالماضي بالسؤال شو نخلي نخلي did وبالنفي شو نخلي خلي didn't بالسؤال شو خلي نخلي did وبالنفي شو نخلي نخلي didn't وهكذا إذا مجرد أنه عرفت أنه هاي الجملة بالماضي راح أخلي did بعد نو ذي فراغ كلا لم يفوزوا شنو كلمة ناس الفراغ هم هاي نفي أقول نو ذي ديدنت كلا لم يفوزوا ذي لوست لقد خسروا فهنا راح يسأله يقول له كم كانت النتيجة لما أنا أرد أقول كان أما أستخدم was أو were بما أنه مفرد أقول what was the score كم كانت النتيجة يقول له it was 2-1 لقد كانت 2-1 لإفرتون now practice the conversation والان تدرب على المحادثة، بعد ما صارت محادثة بين علي وفهد كملت المحادثة مالتنا، يطلب من الطلاب الاستاذ انه يسوون محادثة بداخل الصف، واحد ياخذ دور علي، واحد ياخذ دور فهد، ويسوون او يكونون محادثة داخل الصف، بعدها بتمرين سي، think of scores for two football games، فكر في النتائج لفريقين لفريقي كرة قدم، write them here. واكتبها هنا انا اقول لك انت اكيد مشاهد مباراه لكره القدم حاول تتذكر المباراه اللي شاهدتها تكتب الفريقين وتكتب النتيجه اللي كانت بيناتهم فمثلا اكيد كلكم شاهدتوا مباراه العراق وعمان في نهائي كاس الخليج فاقدر اقول العراق عن عمان لعبوا العراق وعمان ايش قد كانت النتيجه 3 2 2 العراق كانت 3 2 للعراق اما المباراه الثانيه كذلك مثلا اقول ارجنتينا فيرس فرانس الارجنتين وفرنسا، كم كانت النتيجه؟ كانت 3 3. هذا كل ما يخص تمرين سي، مجرد يقول لك تخيل او تذكر المباراه اللي شاهدتها انت مسبقا تكتبها هنا تكتب الفريقين وتكتب النتيجه اللي كانت بيناتهم. وراها يقول لي رول بلاي ذا conversation فروم exercise بي يوزنج انفورميشن فروم يور تيبل. يقول لك مثل ما سووا محادثه علي وفهد عن المباريات مالتهم اللي شاهدوها حاول انت تسوي لي محادثه بينك وبين زميلك عن المباراه اللي كتبتها بالجدول فمثلا واحد اسمه احمد واحد اسمه طه يقومون داخل الصف يسوون محادثه فمثلا احمد يقول لطه يقول له did you go out last night هل هل ذهبت خارجا ليله البارحه فيجاوب طه يقول له no i didn't كلا لم افعل يجاوب احمد what did you do ماذا فعل يجاوب طه I watched Iraq and Oman شاهدت مباراة العراق وعمان وهكذا مع البقية إذا ذني تمرين بي وتمرين سي أنشطة صفية غير مهمة من التحرير والامتحان الشفوي مجرد يريد يدربني على استخدام الماضي البسيط هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم إذا هو عبارة عن درس أنشطة صفية ومراجعة لموضوع الماضي البسيط هذا الكلمات اللي أخذناها بداية الدرس اللي هي عبارة عن الرياضات وزمن الماضي البسيط مهمة جدا حاولوا تكتبوهم بالدفتر لان راح تفيدنا بالدروس القادمه تحديدا بموضوع ادوات الربط اللي راح نربط بها بين الماضي البسيط والماضي المستمر ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجوده أمامكم على الشاشه